السلام عليكم شباب، وياكم علي من قناة علي هوكن. اليوم جبت لكم ريبلاي جديد مسؤول من اخويا احمد حسن بماب باريس بدباب مثل ما تعرفون اسيومية اسيومية معروف على الدبابة دي بي ام مال الدبابة ويا الاضراب العام واطلاق ناقص سحب وكلوز كيل دي بي ام 2214 ريلود يصير بالضبط اذا نريد نقول بالضبط يصير 10 ثواني بوينت 57 ريت اوف فاير يصير 5.68 ايم تايم تقدر تقول 2.42 الدبابه تمشي فورورد اللي قد امام 50 الريفرس 14 مثل ما تعرفون بالورد اوف تانك الدبابة ما نكمل الاختراق القال 122 ملم اختراق 175 دامج 390 الجولد 300 عفوا 217 دمجة 200 دمجة 390 الهاي اكسبلوزيف العفو 91 دمج 530 مثل ما معروف على الدبابة ماب باريس مثل ما تعرفون التي دي او تانكس او ميديوم تقدم بهذا الاتجاه اتجاه الاي بي سي ناهيك مكانات وين متواجد بيها والهيبي من يتقدم على جهه السيتي. حاليا عندنا مكشوف نازل تقدر مو توب تير الماتش ميكن زين كلهم يخترقون 175 تي 29 الالاي اي اس تي 29 الانمي تي 20 بي كي 30 حاليا تقريبا اكثر الانمي مكشوف باتجاه السيتي اعتقد واحد تي دي ولاتي متقدم هنا مثل ما تشوفون بس سيد اعرف هاي ليش ما راحت اكو شغله ما راحت مال العلامه بالدبابه هذا هيج هيج المفروض توخر عندنا كشف البيزر ومثل ما قلت التي دي الصيني مثل ما تشوفون مكشوف هنا بس هاي ليش ما تروح العلامه ما تعرف اكو شيء غلط بالموضوع اعتقد مو مشكله نكمل خلاص عندنا من ال 60 جي ابديت الصيني تير 6 تي دي 175 اي بي مثل ما تشوفون لازم هاي الطريقه احمد يتقدم شويه للتيم تقريبا السيتي خسرناها مثل ما تشوفون عندنا مثل ما تشوفون مكشوف عندنا الاي كي بي وان شوت ب 365 مثل ما تشوفون اول كتله عندنا تقريبا السيتي خسران هي عندنا هذا التي دي مركز على الاسيومي على احمد حسن مركز عليه هو عليه حاول رامينج اعتقد رامينج اذا سوى ضرب الكارت رامينج اعتقد ناخذ اكثر من دم لا تتحارش ابدا تتحارش بدبابه اي بروسيا بالنسبه رامينج ما عدا هي 50 المانيا دبابه ميديا بس جراحه تعرفون بعد حاجه ثانيه كل الاي كي في مثل ما تشوفون دمج حاليا 602 البلاك برام ريكي شيك او بلاك برام 320 اسيست دمج 57 عندنا حاليا المشكله عندنا هسه الاي مضروب الجان مضروب حاليا اعتقد ما يقدر يجيب اذا اراد له شويه ار ان جي كلش على ار ان جي وهذا عندنا بيجي يطب هاي اكسبلوزر ما اعرف ليش هذا الايطالي ما اعرف شنو السبب يضرب هاي اكسبلوزر هاي هسه ما اعرف حاليا الثالث كل مثل ما تشوفون التي 34 عندنا السكند هاي رول ولو رول 334 بس يلا مو مشكله هو كان يضرب 390 بس ورد اوف تانك بس عند ار ان جي صار بالتي 34 مثل ما شفت ضرب على هو الايم تايم الجان مضروب والاي الاي مالته كل شيء صار بحيث خمسه الى سته وضربه هو يمشي كل شيء الار ان جي صار عنده حاليا تقريبا انتهى الانمي دمج 1275 مثل ما تشوفون عندنا لازم يخلص لا بس 376 مثل ما تشوفون حاليا ثلاثه كل اعتقد حاليا هو اللي يواجه الانمي هو الاس يو 100 حاليا مثل ما تشوفون عندنا لازم يخلص من الكي بي 2 هسه تقريبا دمه 244 الكي بي 2 هو وان شوت بس الام 4 اي 1 قالنا هاي اكسبلوزر نايس حلو هاي رول 408 كلش حلو بالنسبه للجن
يطلب هايك يطلب هايك اكسبلوزيف. الدبابة مثل ما تعرفون دراعها 75 يعني تيلي شديد شديد تيلي يعني. ما عرفت ليش الالوان بدها تروح، المفروض هسه هاي تروح من هنا بس مشلبه ما عرفت ليش. حظ ما عندك احمد حسن مثل ما تشوف. حاليا دمجت فيهم 59 فوق 3 كيل بالثلث الرابع تقريبا 63 دمج 125 مثل ما تشوفون. حاليا دمج 2122 حاليا. الكي في 2 اعتقد حيحاول يبني على البي كي ياخذنا ضربه اثبت حلو 368 مثل ما تشوفون دمج. حاليا دمج 2490 فور كيل اعتقد الكذا الخامس يقدر يوصله غلط من الكي في 2 نوب مو مشكله يسوي بيك يعني تقريبا الريلود مال الاي اس 10 مثل ما قلنا 10.57 يعني قبل كي في 2. كي في 2 بطيء او برج بطيء يعني مسيطر عليه حاليا. 5 كذا الكذا الاخيره اعتقد حاليا الار تي او ال 60 جي اف الصينيه دمرها بالبدايه دم حاليا اتش بي 105 يقدر ياخذ التوب جان يحاول ياخذ التوب جان اذا يقدر احمد حسن لان ميدي ياخذ البيس اعتقد حاليا ماستر اكيد ماستر اخذ الكت السادس ويا ال 2601 اعتقد تير 6 تقريبا تقدر تاخذ ماستر بالنسبه لتير 7 لان مثل ما تشوفون تقريبا يعني دخل من النص سقط المربع كامل ودخل للسيتي 5 كيل لا تعدنا انكشف مثل ما تشوفون اي كتل هذا هنا قريب كتل منو كتل الفي كي في كي وين في كي هنا يعني تقريبا اعتقد بهيج مكان احمد حسن تقريبا رايح لدين دل يشوف ياخذ ال 6 كيل ما بعتقد باقي بعدنا باقي لنا ال 60 جيجا انكشف 6 كيل حاليا يحاول احمد حسن ياخذ الكيل السادس اذا قدر جود جيم عاش تيدا كامل حسن حاليا اللي هنا وصلنا مثل ما تشوفون دمج 2650 اسيست دمج مثل ما تشوفون 57 6 كيل نشوف النتائج النتائج مثل ما تشوفون ماستر اكيد دمج اكس ضرب البي زد تير 5 شال بلو اب ميداليات عادية فاير فول افكت كريديت محصل 30628 خبرة محصل 1214 هاي كاليبر توب جان 6 كيلو هاي كاليبر اعلى دمج بالجيم بالتيمين اكيد عرف اكيد هو الكي في 2 تقريبا تقدر تقول كاري يعني شايل التيم كلين 2650 دمج و 6 كيل اعتقد يلعب بدون بريم اي بدون بريم 2000 خساره بالريبير الانيميشن 12000 محافظ محصل على 15655 ويا البريم لو عنده بريم حصل 45000 ويحافظ على 30000 مثل ما تشوفون. لهنا نوصل لنهايه الريبلاي اتمنى يعجبكم الريبلاي واشكر احمد حسن مره ثانيه على رساله الريبلاي لي واذا تحب ما مشترك بالقناه تشترك اعجب الفيديو يعطي لايك ما عجب يعطي ديسلايك واشوفكم ان شاء الله بالبدايه مع السلامه شباب.